الحجاب فرض افترضه على النساء وهو اللباس الشرعي. يقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيرة من أمرهم. تسمعوا واحد العجب، تسمعوا واحد العجب، كاين شي بنات نتاعنا من تقول هذه الحجاب تقول لك حتى نقتنع. مازال ما اقتنعتش، مازال كان يقول هذه الحجاب تقول لك الإيمان في القلب باينة باينة، والشعر يا نول الإيمان في القلب بارك الله باين النور. شي السعيدية يتعرّوا الإيمان في القلب، ما شاء الله غريبة هذا. كان تقول هذه الحجاب تقول لك الحجاب غير يسترو به شي نساء شينات يسترو بهم قلقوا بعدهم. شو شو الشيطان، شو الشيطان أخي اللي بغات تزوج اللي دير هذاك الشيء. والشيطان يلقي في رؤوسهم الشبه ليضل ضعاف ضعف تاع النفوس. اما الحجاب اللي ما يعرفش يمشي يقرا سوره النور ولا سوره الاحزاب، فليس في الاحكام الشرعيه حكم فصل الله فيه بهذا التدقيق والتفصيل كما فصل في الحجاب. اسمعوا 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 اسمعوا. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا الحجاب ولا ماشي الحجاب؟ حجاب دخل فيه حتى الراجل، الحجاب دخل فيه حتى الراجل. الراجل هود عينك يا له يتمشاك ويشوفك تطيح له الرزة، يلعب الرزة، مصحف الرزة الحمد لله فيهم الخير. ها يكون غادي هكذا على البسكليت حتى يطيح. سيد النبي في حجة الوداع كان مركب وراها الفضل بن العباس، وجات واحد المرأة زينة جميلة وجات تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدير في هذاك سيدنا الفضل، كان مسألة ما سيمزوج والنبي يدير له واسمه زيدي 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 هو يدير له هكو زيدي زيدي حضرت زيدي زيدي. شو صلى الله عليه وسلم التربية تاع سيدي وحبيبي رسول الله. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. المرأة تهضر فيك وتشوف فيك هكا تحط عينيك وهي ما تحطش. إلا تلاقيته في الدروج والله لاش يخطط بنا يلصق مع الحيط وتفوته ما في الطوبيس. هذه الغريبة فين وصلنا احنا، فين وصلنا فين وصلنا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قالوا ما ظهر منها الوجه والكفان، الخمار تضربوا على الراس ونجيبوا لنا على الجيوب، الجيوب وتجيب هذه وهالجيب هذه، هذه فتحت الدعصبه في وجهها. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن هو ابائهن هو اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او التابعين غير اولي الربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا إله إلا الله. كاش تفسر كاع هذاك الشيء، كاش تفسر قد هالشيء. نقول لك الشروط ضربة واحدة، الشرط الأول سابغ، ما معنى سابغ؟ من الراس غير الرجلين غير الوجه والكفين، وكاين شي واحد اللي زادوا حتى الوجه والكفين. أنا قلت لك الوجه والكفين معليش في خلاف. سابغ. ثانيا ما يكونش حاصر، إلا كان حاصر يصف الجسد وجغرافية الجسد، السروال الكتمة والتريكو ها من يطير واش تركي نفسك كي الباقيطة ما تلبس السروال ودير الفورة. ما قال لك الحجاب، روح يا الحجاب روح. دارت بحال النعامة، دارت راسها في الرملة وقالت لك ماشي الصيام. ما هي ها بنتي راكي ما درتي والو، ذاك الفرانه والسروال مزير ودريبكم.
ما يكونش مزير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريتهما لبستهما عاريات. ما معنى لبست عاريات؟ اللبس بتاعهم لا يستر، لا يؤدي وظيفة الستر، إنما يزيد على الإفضاح، لا يشف. ما ليش؟ مش رقيق، كانش لباس رقيق يلصق مع اللحم رقيق. نشوف شي نساء منين يخرجوا يسيقوا درك زعما غادي يخرجوا مستورات، شي لباس رقيق وقول لصق لما وديما. لا لا ربحة في الركا، بصح ماشي ربحة في الركا، سي ربحة الرجل. ما هي لا صرت الرجل هكذا لا شاشة. كما قالت لي واحد المرأة في واحد المحاضرة درت لهم، قالت لي اسمع اسمع النهار اسمع، والله سيد ربي كتب علينا الجهاد غير نبديو بكم انتم الرجال، لان انتم ماشي رجال، لو كان كنتوا رجال لو كنا نساء. قلت لها يرحم والديك على هالكلام، يا يرحم والديك يرحم والديك يرحم والديك على هالكلام، لو كان كانوا رجال واش يمشيو النساء مع الرجال السعيديه ويتعراو، وتجي البنت تقول لباها با تبرونزيت مسح لي مسح لي. مازال تبرونزيت، شوف اللحم ما نتعصح تبرونزيت غادي تنزاري. الشرط الثالث هو سابق لا يصف لا يشف، ها ثلاثة تصل. الشرط الرابع واسم هو ألا يكون مبخرا. ما معنى مبخرا؟ أما أكثر في الريحة، لأن أنا المرأة قالت الريحة وفت على شي ناس. أيما امرأة خرجت ليجد الناس ريحة فهي زانية وكل عين رأتها فهي زانية، دير الريحة وخارجة فرك يا غادية، لأن المرأة حتى تكون غادي تمشي تسوق ولا تمشي للحفلة عاد وتعد الروح أو تزوق وكذا ما مع راجلة الحمار والزعفران والعقاقر قاعد ما بغيت تقول لك. خامسا أن لا يكون زينة في نفسه، واخا يكون عريض ويكون كذا ولكن يكون مزلقش. يا ربي يا ربي واش هذا درك حيجة؟ البس حمر وجذب الأمر فهو زينة في ذاته ما خصش يكون. السادس أن لا يكون لباس شهرة. يقول لك يقولوا له لا موت لا موت الحجاب يولي يتبع لا موت، هذه لا موت هذا لا موت، الله يخص لك العمود. اش لا موت؟ من لبس قلب من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباس مذلة. سادسا الشرط السادس أن لا يشبه لباس الكافرات، والشرط السابع أن لا يشبه لباس الرجال في ثمانية الشروط. أن يكون سابغا، أن لا يصف، أن لا يشف، أن لا يكون زينة في ذاته، أن لا يكون مبخرا، أن لا يكون لباس شهرة، أن لا يشبه لباس الكافرات، أن لا يشبه لباس الرجال. ثمانية. أنسهل عليك ربما ما تحفظيش، جيبي واحد الكتان غليظ حال الباش وخيطه عريض عنده الكمام غير اللحنه وغادي غير الرجلين ودير بحال القيطون عريض، ودير فوق الراس نتاعك واحد الكتانه غليظه درقي بها الشعر ما تكونش رقيقه، ودرقي بها حتى لهنا الذقن نتاعك وخرجي صافي. لا درتي هكذا راكي درتي الشروط بلا ما تعرفي، سهله خاطرك تسقيت سبع الشروط بزاف تقولي الدعوه واعره، ما واعره والو. وما كانش الرخيص في اللباس بحال الحجاب، ما حدك انت تمشي تدير اللباس نتاع الشيطان نتاع التعريه هو غالي. يلبس واحد اللباس شويه هدا شويه هدا هذا خاوي، شويه هدا هذا خاوي، شويه هدا هذا شحال انا لهذا اللباس؟ مليون. جهنم يشريوها بالفلوس، الجنه دائما رخيصه. ربي يبغاك تستر راسك. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي.